لقى 10. وبعد كده عين رب 70 تنين كمان, وبعتهم 2 2 قدامه لكل مدينة ومكان, مكان مكان هو راح يروح. فقال لهم الحصاد كتير ولكن الفعل قليلين, فاطلبوا من رب الحصاد يبعت فعل الحصاد بتاعه. روحوا اديني ببعتكم زي حملان وسط دابة, ما تشيلوش كيس فلوس ولا كيس اكل ولا جزمة, وما تسلموش على حد في السكة, واي بيت تدخلوه فقولوا الاول سلام للبيت ده, فلو كان هناك ابن السلام هيحل سلامكم عليه, ولو ما كانش هيرجع لكم. وقعدوا في البيت ده واكلين وشربين من اللي عندهم, لان اللي شغال يستاهل اجرته. ما تتنقلوش من بيت لبيت, واي مدينة دخلتوها وقبلوكوا فكلوا من اللي يتقدم لكم, واشفوا العينين اللي فيها وقولوا لهم مملكة الله قربت منكم. واي مدينة دخلتوها وما قبلوكوش فاخرجوا الشوارع وقولوا حتى الغبار اللي نزل فينا من مدينتكم بننفضه لكم, ولكن اعرفوا ده ان مملكة الله قربت منكم. وبقول لكم انه حيفسدون في اليوم ده حالة محتملة اكتر من اللي المدينة دي. يا ويلك يا كرزين, يا ويلك يا بيت صيدا, لانه لو اتعملت في سور وصيدا المعجزات اللي معموله فيكم لكنه تابوا من زمان وقعدوا في المسوح في الرماد. ولكن سور وصيدا هيبقى لهم في المحاكمه حاله محتمله اكتر من اللي ليكم. وانت يا كفر نحوم العاليه للسماء هتنزلي للهويه, اللي بيسمع منكم بيسمع مني, واللي بيرفضكم بيرفضني, واللي بيرفضني بيرفض اللي بعدني. فرجع السبعين بفرح بيقولوا يا رب حتى الشياطين بتخضع لينا باسمك. فقال لهم شفت الشيطان نازل زي البرق للسماء, اديني بديكوا سلطان عشان تدوسوا التعدين والعقارب وكل القوة بتاعت العدو ولا حاجة تضركوا. ولكن ما تفرحوش بده ان الارواح بتخضع لكم, لكن افرحوا بالاولى ان اسماء كتبت في السماء. وفي الساعة دي فرح يسوع قوي بالروح وقال احملك يا اب يا رب السماء والارض, لان خفيت دي عن الحكمة والفهمة وكشفتها للاطفال. ايوه يا اب, لان بالشكل ده بقت الفرحة قدامك. وتلفت لتلاميذه وقال كل حاجة تعطتني من ابويا, ومحدش يعرف مين هو الابن الا الاب, ولا مين هو الاب الا الابن, واللي يعوز الابن انه يكشف له. واتلفت التلاميذ على انفراد وقال يا بخت العينين اللي بتشوف اللي بتشوفوه, عشان انا بقول لكم ان انبياء كتار وملوك حبوا يشوفوا اللي انتوا بتشوفوه ولا شافوش, ويسمعوا اللي انتوا بتسمعوه ولا سمعوش. وراح معلم الشريعة قام يجربه وقال يا معلم اعمل ايه عشان اورث الحياة اللي ملهاش نهاية؟ فقال له ايه اللي مكتوب في الشريعة ازاي بتقراها؟ فجاوب وقال تحب رب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك زي نفسك. فقال له بالصح قلت اعمل كده فتعيش. واما هو فلما حب يطلع نفسه صالح قال لي يسوع ومين هو قريبي؟ فجاوب يسوع وقال انسان كان نازل من اورشليم لأريحا فوقع بين لصوص فعلوه وجرحوه ومشي وسابوه بين حي وميت. فصادف ان كاهن نزل في السكة دي فشافه وعد اصاده. وبرضه لاوي كمان لما بقى عند المكان جه وبص وعد اصاده. ولكن سامري مسافر جاله ولما شافه اتحنن, فطلع قدام وربط جروحه وصب عليها زيت وخمرة وركبه على ركبته وجه بيه لفندق واهتم بيه. وفي تاني يوم لما مشي خرج دينارين واداهم لصاحب الفندق وقال له اهتم بيه ومهما صرفت اكتر فلما ارجع اجدد لك. فاني من التلاته دول تشوف انه بقى قريب للي وقع بين اللصوص. فقال اللي عمل معاه الرحمه. فقال له يسوع روح انت كمان واعمل زي كده. وهم ماشيين دخل قريه فاستقبلته ست اسمها مرثا في بيتها, وكان عندي دي اخت اسمها مريم اللي قعدت عند رجلين يسوع وكانت بتسمع كلامه. واما مرثا فكانت مربوطة بخدمة كتيرة, فوقفت وقالت يا رب مش همك ان اختي سابتني اخدم لوحدي, فقول لها تساعدني.
فجاءوا يسوع وقال لها مرثا مرثا انت بتهتمي وتتزعجي عشان خاطر حاجات كتير ولكن الاحتياج لواحد فاختارت مريم النصيب الصالح اللي مش هيتشد منها.